وإن من مؤكدات سعادة المرء في دنياه أن يدرك أبويه على قيد الحياة لينهل من معين برهما ويرتوي من كيزان حنانهما ويستظل بفيء رضاهما، فهما جناحاه في جو الدنيا وزخرفها الفانية، وهما موئله الحاني حين تعترضه مواجع الحياة وأكدارها. فإن الشيب الذي يراه وخطأ أبويه إنما يلخص له قصة النعيم الذي يعيشه في حاضره، فإنما يلخص له قصة النعيم الذي يعيشه في حاضره، إنهما من شقيا ليسعد ومن نصبا كي يستريح، إنهما ليسهران لأجل أن يرقد ويخافان لكي يطمئن، وترتعد فرائصهما ويحتبس دمعهما حين يخرج من البيت، فلا يرتد إليهما الأمن إلا حين عودته. الأبوان عباد الله هما من يبكيان ليبتسم أولادهما، وهما من يحزنان ليفرح أولادهما، وهما من يشقيان ليسعد أولادهما، إنهما اللذان يجوعان ليشبعوا ويعطشان ليرتووا، إنهما في الحقيقة كتلكم الشمعة التي تحترق حتى تذوب ليستضيء الأولاد باحتراقها. إنه قلب الأم، والله جل وعلا يقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وإنها عين الأب، والله جل شأنه يقول: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إنها غاية المشاعر الجياشة والعواطف النابضة أن يفرغ قلب الأم وأن تبيض عين الأب لأجل أولادهما، فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما، وقل لهما قولاً كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.